خليني أخذكم لخبر من معرض الذكاء الاصطناعي في جنيف، واللي استعرض نموذج من الروبوتات اللي تلعب كرة القدم في ملعب صناعي صغير، واللي تقدر بشكل دقيق أنها تتكيف مع نشاط العضلات والحركات اللي يتم برمجتها بشكل مفصل. خلونا نشوف هذا المقطع. يعني حبيت الأجواء اللي هم مسوينها، وأتوقع بكرة يمكن تلقون ناس قاعدة تشجع فرق من الروبوتات، يصير في ألعاب روبوتات، مباريات روبوتات، أشياء زي كذا. والله أنا بس خايفة عليهم، يعني تروح على اللعيبة وعلى الأندية عندنا في الآخر نلقى أنه في فريق الهلال بالذكاء الاصطناعي، يعني مصيبة. ما يصير صح؟ فريق ثاني عادي، فريق أيه. لا احنا حيادين. صحيح مرة احنا حيادين، يعني تخيلي في يسوي لك متروفيتش ولا يسوي لك بونو ولا يسوي لك مي كذا. الفكرة بس انهم يلعبون ولا يسوون فرق يلعبون. لا احنا مبسوطين ولا يستنسخون احد، احنا مبسوطين بعيالنا ولعيبتنا، لحد يجيهم. فريق ثاني يمكن يحتاجون اي فريق ثاني يحتاج ممكن. صحيح يحتاج مساعدة، يحتاج مساعدة روبوتات، بس احنا لا، احنا امورنا طيبة. شوفي اقول لك على شغلة مهم، بس احنا حياديين يا رؤى. احنا ايوه هذا كله حياديين، ما خليتي ولا بقيتي حياديه. لو كنت مو حياديه ومتعصبه ايش كان صار يا مها. لا بس اقول لك على شغله، على موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في يعني في اشياء كثير. تعرفي في فيديو شفته فجعني كثير، لانه الحين قاعدين يشتغلوا على انسنه الروبوتات، بمعنى تبين عاطفتها. يما يعني احنا كنا نتكلم كيف مثلا لما جابوا مذيعه عن طريق روبوت يعني تتكلم كلامها ممل، ما في ايموشن، ما في مشاعر، عفوا ما فيش تعابير. الحين حتى بيسرعوا صيغه الكلام، والمصيبه الثانيه انه الذكاء الاصطناعي قاعد يساعدهم اكثر هم يطوروا من حالهم، فما اعرف ايش فين حنوصل. ذكرتيني بمسلسل شفته قبل فتره، وكنت يعني انا ما اقوم عليه هذا المسلسل، زي كذا القصه عن روبوت يستاجرونها، يعني شركه تبيع روبوتات كثيره بس انها كانها انسان، يعني تخدم في البيت، تهتم بالاطفال، ما ادري ايش. هذرتهم بالغلط وكانت تنباع في السوق السوداء. ليش باعوها من غير اي معلومات؟ سبقوا انها قتلت انسان. يما ليش؟ مع ان الروبوتات ما تقتل الناس، ما تقتل الناس. لا تاثر ترى في الافلام عادي. لا وسووها بعدين طلع ان هي تطور حالها من حالها وتبرمج نفسها على العواطف، عشان كذا كانت مختلفه عن الكل. ينتبهوا لا تطوروا كثير الروبوتات. لا فعلا يعني صح كثير. شفتي الافلام تقولين فيلم وتضحكين رؤى، بس الحقيقه ترى والله يا جماعه، شوفوا انا يمكن عشان مدمنه افلام ومسلسلات، ترى يعني مره احب الافلام واحب المسلسلات، وارجع اشوف افلام قديمه وكلاسيك، واشوف افلام جديده، واشوف افلام اجنبيه اللي مو افلام هوليوود، يعني اسبانيه وفرنسيه وكذا. في افلام نشوفها اليوم اقعد انا اربطها باحداث صارت قبل 20 سنه، اقول كنا نقول تخيلوا لو يصير كذا، واحنا قاعدين نشوف على ارض الواقع. والفيلم تلقين عمره 20 سنه، ما اتكلم لك على افلام جديده، تلقين عمر الفيلم 15 سنه ولا 10 سنوات ولا 30 سنه ولا وات ايفر، بس كان قاعد يحكي الفيلم عن اللي قاعد يصير الحين، عن الروبوتات، عن الذكاء الاصطناعي، عن السمارت فونز، عن هذا الشيء. ف ان شاء الله ما نكون موجودين لما يتم احتلال العالم من قبل الاي اي، يعني ان شاء الله انا ما ودي اكون موجوده. تبون تكون موجودين كيفكم؟ انا ان شاء الله اكون بالقمر، بيتي ومزرعتي هناك. خلونا نروح معاكم لمنصه اليوتيوب اللي قررت انها تتوسع بعيدا عن مقاطع الفيديو والاغاني والفلوقات، وتدخل عالم الالعاب الفيديو من خلال اضافه يوتيوب بلاي بلس، وهي مجموعه من الالعاب المجانيه اللي راح تتوفر على المنصه. طبعا
أطلقت 75 لعبة مجانية تقدر تستخدمها من خلال الجوالات أو حتى الأجهزة الآيباد والكمبيوتر. هذه كثير من الأمهات بيرتاحون وبيشقون وبيتعبون، والله ما أدري شلون، الله يعيننا. بيرتاحون ويشقون ولا يتعبون؟ كلها 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 10 في 1. كيف؟ مجموعة يعني ما يمديك، إذا بتخلينا يفتح في اليوتيوب شيء يستفيد منه، يقدر يلعب عليك ويضحك عليك ويروح يلعب، وإذا جيتي أنت يا وش تشوفي يحط لك إنه هو قاعد يشوف المقطع. يعني أنا أحب إنه يكون قدامي على البي سي ولا على البلاي ستيشن حقي، أناظر كل شيء وأركز معه. أما غير كذا أحس إنه صعبة. صحيح. على الأمهات. والله شوفي، هي اليوتيوب هذه من المنصات الأساسية صارت، عرفتي، وبرافو عليها إنه هي قاعدة تطور نفسها وقاعدة تواكب. وشفت إنه الدخل الأساسي الآن كله توجه للألعاب. الجيل الألعاب، جيل الجيمز والألعاب، الأطفال اللي صاروا يحبون الألعاب، حتى الكبار الرجال، إحنا نشوف الحين مسابقات قاعدة تصير بالضبط. عندنا على الألعاب وفيها مبالغ مو سهلة للفوز. صحيح، إلا معك حق. صحيح. والله أنا بديت أخاف على 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 البشر. أنا بديت أخاف والله، وبديت أخاف على البشر. أحس إنه خلاص حنا يعني قربنا من فقرة إنه بيصير يعني معدوم التواصل، بيصير كل أحد في بيته، يشتغل من بيته، يلعب من بيته، يلبس من بيته، يأكل من بيته، يسوي كل شيء. إحنا طب هذا قاعد يصير فعلياً. يعني أنا لو مثلا الحين بعزمكم على العشاء تجوني فيرتشولي، ممكن كذا بضغطة زر تجوني، يعني عرفتي، ترى يخوف ترى الموضوع. يعني ما أحس، احنا قاعدين نقول يخوف، بس أنا أتوقع لو يشوفون هذا الفيديو الحين أو يشوفون هذا اللقاء بعد 20 سنة بيقولون وش اللي خايفين منه، وش اللي خايفين منه، وش هذا قاعدة تقول. عموما يعني على طاري إنه احنا حياتنا صارت سهلة، بس صار في عندنا صراحة، أنا بكون صريحة، صار عندنا عدم مسؤولية من ناحية الصرف ومن ناحية أودي. لا تعطيني نظرة، أعرف نظرتك هذه، نظرتك هذه حبيبي لا تكررها، نظرتك هذه حبيبي لا تكررها. بس خلني بقول لك، ترى هذا عندي وعندك خير الحمد لله، يعني ما هذا من قديد إلا عسفان. المهم أنه إحنا صرنا نستسهل الشوبينج، صرنا نستسهل الأمور هذه كلها على الجوال ونخلصها. في واحدة يعني مسكينة بصراحة، يعني أنا أشعر بالأسف، وقت النوم طبعا في حالات تجي للإنسان، ممكن في ناس تقوم تاكل وهي ما تدري، في ناس تقوم تمشي، وفي ناس تتكلم، يعني تتكلم، ممكن أنا أتكلم، أنا لحد يجيني وأنا نايمة ترى كب العشاء. لكن في واحدة تخيلوا لا عندها الكلام وهي نايمة، ولا عندها موضوع المشي وهي نايمة، لكن عندها التسوق وهي نايمة، تشتري وهي نايمة تقريبا almost. كيف يعني؟ يعني شوفي، شفتي بداية النوم؟ أيه؟ شفتي فقرة بداية النوم هذه؟ هذه الإنسانة فقرة بداية النوم يصير عندها هوس التسوق لدرجة أنها تشتري شيء ما تحتاجها، وأنفقت $3,800 خلال نومها على أمور غير أساسية وما تحتاجها، وقالت أنها تفقد القدرة على التحكم والسيطرة على سلوكياتها بعد النوم، ولسوء الحظ أنها ما قدرت تسترجع كل المشتريات اللي طلبتها، واضطرت أنها تسدد المبلغ. واو، هذا 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 أعتقد هذه حالة جديدة لازم الأطباء يفيدونا فيها. إيش رأيكم؟ يعني أنا قبل لا أنام وبعد ما أقرأ أذكاري وكل شيء، صدق فعليا أفتح الجوال، أتقلب أتقلب أتقلب، ما يجيني نام، أفتح الجوال على أونلاين شوبينج. ممتاز. وأقضي أقضي 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 وأسوي كل شيء وأرجع أنام. أي. وأنام خلاص، أحس أني ارتحت، الله بكرة بتجيني كذا قطعة، كذا شوز، كذا شنطة، أستانس أستمتع وأنام. فما أدري هل هي بدت معاها مثلي، أحتاج تواصل معاها، هل بدت معاها مثلي، ولا هي فعليا يعني من الناس اللي يسوون تصرفات وأفعال وهم نايمين لا ما يحسون فيها. والله شوف، أنا الناس اللي يكون عندهم هوس شراء بهذه الطريقة، أحس أنه عندهم ألم عاطفي يحاولوا يخفوه، هذه شغلة. الشغلة الثانية، الحل جدا بسيط. شوفي، دائما دائما النقص، يعني لما نبغى نعوض النقص، ودي في ناس كثير يحاولوا يعوضوه، مو نعوض النقص، السوق حلو صاير. نعم. الشوبينج أونلاين حلو صاير، صاير سهل حلو، يعني مو بس سهل، سهل وحلو. يعني ما عاد في الصعوبات الأولى. يعني أنا صراحة لما أنزل السوق، وأروح أتفرج بالسوق، ما في شيء ينشرى، ما أحس كل القطع كذا أحسها
احسها قديمه، احس تخزينهم سيء، احس لما اطلب اونلاين لي والاطفال مثلا القى القطع تجيني مرتبه منتجه بعلبها بالاكياس حقتها، واضمن انها هي ما لبست ورجعت مره ثانيه زي اللي قاعدين نسمعه الحين قاعد يصير كثير ملابس قاعد تطلع وترجع مره ثانيه للمحل. هي الفكره، انت لما بتشتري بتندمي؟ لا خلاص اوكي، ما هي هذه الفكره. بس بالنسبه للناس اللي عندهم هوس وعندهم هذا موضوع الشراء الغير ارادي، انا اشوف الموضوع جدا بسيط. اول حاجه بعدي عن الفيز، بطلي لا يكون عندك فيزا، الغيها. ما أقدرش على بعد حبيبي. طب أقول لك شيء مها، أنا أقول لك شيء يصير فيه إلا الفيزا. طب أنا أقول لك شيء، والله العظيم ما عندي فيزا وكل شيء من بطاقتي العادية. طب حطي ليمت. أنا عارفة إذا أخذت الفيزا أنا حتلقوني فرجت على حتلقوني فرجت على طول. حطي ليمت يعني على الأخر. بس انت ما انت مزعوجة يعني، انت اوريدي امورك يعني حاسة انه هذا شيء طبيعي وانت بتسويه بحب. بس بالنسبة للناس اللي بصراحة بيواجهوا مشاكل طيب عادي، انا اتقبل النقد بكل صدري رحبة، وكل شهر اقول بقفلها القى نفسي فتحت واحدة ثانية في بنك ثاني. الله يساعدكم ويعينكم، انا الحمد لله برا هذا. والله برافو عليك يا رؤى، انا لازم اي سبند مور تايم معك، لازم اقعد معك والله أكثر. مو بخل يا مخ. لا بس حلو بالعكس، انت إيه؟ انا استعمل عقلي مو عاطفتي في في الامور والله المالية. انا استعمل عقلي. حكيمه عقلك؟ والله العظيم عقلي. القطع حلوة ومرتبة و... أيوة. تعرفون أنتم إحنا نقضي للصيف، إحنا نقضي للشتاء، إحنا نقضي للسفر، إحنا نقضي إذا رايحين مثلاً شاليه والاستراحة، وإحنا نقضي وإلى خيلخ نقضي. تدرين لو نبطل هذه العادة؟ تدرين لو نبطل هذه العادة تلقين أنا وأنتي كل واحدة عندها قصر في أوروبا إن شاء وعندها الله. إن شاء الله إني ما بطلها وصير عندي قصر في أوروبا. استني اصبري، طاقة الثراء تعالي. طاقة الثراء تعالي اليوم. تايجر كان قبل اسبوعين لابسته يا اودي. انا التايجر 24 ساعه صار البسه، حتى الله يكرمكم باللذن صايره البسه. طيب بس على ذا الطاري، ترى صدق والله، ترى شوفي حنا دائما يقول لك الريال يجيب ريال، لا تحقرين مبلغ بسيط تقولين والله شنطه ولا ساعه ولا كذا. ترى شوفي بكلامي. هذه مقولة تقول إنه الأثرياء يشترون الأصول والفقراء ينفقون على الكماليات يا جماعة. أيوة، فبس يعني هذا الموضوع يعني تكلموا فيه كثير من الناس، وتكلمت فيه المدربة ليلى كحيل وشرحت من خلالها مقطع في مقطع فيديو. لا أهمية خلينا نكمل الخبر. طيب الثراء لا تسمعين، لا تخلين هذه المعلومات تدخل ترى تسمم. طيب أفكارك. بنشوف ليلى وش قالت. يلا نشوف ليلى وش قالت. يلا. في هذا المقطع قالت إنه أهمية العقلية الثرية والفرق بينها وبين العقلية الفقيرة. خلونا نسمع كلام ليلى في هذا المقطع ونرجع. الأثرياء يشترون الأصول والفقراء ينفقون على الكماليات. خليني أوضح لك قبل أتعصب عليه. الأثرياء ونعني فيها العقلية الثرية أو الأثرياء حقيقة، والفقراء العقلية الفقيرة التي تقودهم إلى الفقر. الأثرياء يشترون الأصول، يعني كل شيء يعود عليك بمال يعتبر أصل، كتابة كتاب مثلاً، وضع فيديو في اليوتيوب اشتغلت عليه والناس قاعد تتابع فقاعد ترجع لك هذه الأرباح، اشتريت عقار وقاعد تأجر هذا العقار، أرض مثلاً وقاعد تبيعها أو قاعد تأجر محلات، أسهم وقاعد ترجع لك بأرباح. كل شيء تشتري يعود عليك بفائدة، يعني مثلا يأخذون مساحة ويأجرون المساحات هذه. كل شيء تشتري يعود عليك بفائدة هو أصل. للأسف يعتقد ذو العقلية الفقيرة أن منزلهم وسيارتهم من الأصول، في الحقيقة هي ليس من الأصول وإنما من النفقات. ليش؟ لأنه أنت اللي تنفق عليها، تدفع كهرب، تدفع تدفع تدفع، تسوي تحط كل شيء، ولا تطلع لك فلوس. مو غلط يكون عندي بيت، مو غلط يكون عندي سيارة اللي أبغاها، لكن غلط أن يكون هدف الأساسي وضع مالي وما أملك على أشياء أنفق عليها وليس الأصول. فهل تستثمر في الأصول أو لا؟ ليلى ما عندي فلوس أستثمر في عقار. تعلم أن تستثمر بالأسهم. الله، برافو يا ليلى. والله شوفوا، أنا يعني بعيدا عن المزاح والهذا،
لو بنتكلم جد كلامها على متمة صادقة. شوفي اليوم الحلو في الموضوع، احنا قبل شوي كنا نتكلم عن التكنولوجيا وكيف التكنولوجيا والاي اي وهذه الامور كلها والتطبيقات ترى هذه قاعد تخدمنا، بس مين الذكي اللي يفكر اليوم تقدرين تستثمرين مبلغ بسيط، ترى تقدرين تستثمرين 100 ريال اذا تبغين، اذا عندك 100 ريال فايضه تقدرين تستثمرين، فبالك اذا عندك اكثر من 100 ريال. 100 ريال هذه تجيب لك في شيء اسمه المحافظ اللي تنفتح فيه البنوك المبلغ، ليش تخلينا كذا في البنك؟ هذا الشيء انا تعلمته من الوالد الله يحفظه طول عمره. العقار ترى مو شرط ان انت تملكين حق العقار، يعني مو قاعد اقول لك اشتري ارض، ممكن انك انت تسامي الحين المشاريع ترى صايره بالهبل عندنا في السعوديه، تقدر تشتري اسهم في هذه الشركه. صحيح. كل يوم احنا انا امر بالشارع نهايه الاسبوع ما شاء الله قام مشروع. ففي ناس الاذكياء، ما وش ما كانت حالتك الماديه، وش ما كان دخلك الشهري قليل او متوسط او عالي، تقدر انه انت تخلي الريال ريالين، تقدر. لا تقول لي ما أقدر، بس اللي ما يقدر اللي هنا ما يبغى، بدال المية ريال هذه اللي انت تصرفها في الأسبوع أو في 3 أيام على كوب قهوة، فعلا تقدر ان انت تستثمرها ترى. واليوم سهلة ترى، شوفوا التطبيقات وش كثرها، شوفوا انا اتكلم عن الـ طبعا المصادر الموثوقة، ما اتكلم انه الواحد يروح يستثمر في مكان ما يدري وش ولا يعني خارج المملكة، لا، حط في أسهم سعودية، حط في عقارات سعودية، حط في كذا، بكرة ما تدري والسنوات تطير كذا، ما تدري إلا بدل ما عندك 100 يكون عندك 200. صح. فأنا مع الكلام حلو الصراحة. أنا أشوف دائما أقول الكلام حلو، ود الواحد إنه هو يسويه، بس إحنا ما ندري عن ظروف الناس، ما نعرف هذا الإنسان. إحنا لما نقول 100 أو 200، طب هل هو قادر بمصاريفه وحياته اليومية، مثلا زوجة مطلقة وعندها أطفال قاعد تصرف عليهم، أبوهم متوفي، هل هي قادرة إن هي تستثمر؟ هل هي أنها قادرة توفر؟ أنا ما أقدر أوفر، كيف أوفر؟ أنا عندي أكل، عندي أشياء أساسية في حياتي، ما أقدر أقول هذا مو أساسي عشان أستثمر فيه. يعني الأكل، الشرب، بنزين السيارة، هذه كلها أشياء أساسية، فاتورة الكهرباء هذه أشياء أساسية. فأنت الاستثمار مو لكل أحد أشوفه يا مها. في ناس نعم تقدر، مثلا أنا عايشة عند أمي وأبوي في بيتي وما عندي التزامات وما عندي أشياء، أوكي حلو إني أستثمر. أنا متزوجة من شخص موظف، أنا وياه مع بعض بإيد واحدة، نعم أقدر أستثمر لأنه هو بيشيل معايا بذا الشيء. بس إذا أنا مثلا إنسانة، مثلا عندي أطفال، عندي يتامى، عندي أم وأبو، عندي وظيفتي لحالها، أحس إنه صعب الواحد يستثمر. يعني لو كان يعني أتفق إنه ممكن إحنا كمان أصلا صارت متطلباتنا كثير، والأشياء الكماليات صايرة أساسيات بسبب طبعا الظروف اللي قاعدين نعيشها. لكن انا اتفق معك مها، الحين يعني قبل ما كان يقدر يستثمر الا اللي عنده مثلا 1,000,000، اما الان يعني المملكه الله يديهم العافيه لا سمحوا لاي شخص على هذه الارض يقدر ان هو يستثمر عن طريق سكوك على سبيل المثال، او تمره، او غيرها من المنصات الرسميه اللي تكون خاضعه للرقابه. وعلى قولك يعني الواحد يشتري سهم سهمين بدل ما هو عنده لو مبلغ بسيط راكد، لا انه هذا المبلغ يقعد يشتغل بعد 15 سنه يستفيد منه. وفي كمان برامج كثير حلوه الواحد ممكن يستثمر فيها لاطفاله، يعني على سبيل المثال واحدة من التطبيقات أو البرامج الموجودة على البنوك، بس كده على سريع أقول لكم عليها، 100 ريال في الشهر لمدة 15 سنة، هذه تأمن حياة طفل. أنت قاعد تفتح محفظة لابنك، يخرج من الثانوية يكون عنده مبلغ يبغى يتزوج به، يكون عنده مبلغ يبغى يشتري بيت، يبغى يطلع يدرس برا. سو لو مبلغ بسيط ممكن بعد مدة طويلة إنه الواحد يستفيد منه. عموما أكيد مستمرين معاكم، لكن خلينا نطلع هذا الفاصل. يمكن من أكثر الأشياء أو الآلام اللي ممكن تزيد من بعد فريضة الحج هي آلام المفاصل والعظام بسبب الجهد البدني الكبير والضغط عليها أثناء أداء المناسك. لكن قبل لا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، خليني في البداية أسألك أودي ومها،
تلخبطي تناظرني تقول لي اودي وتناظر اودي تقول مها يعني الاستقعات ودوبنا راجعين يا مها يا يا اعيد وناسه يعني قلنا بسم الله دوبنا راجعين تغلطين كيف تخففوا الام المفاصل طيب شوفي انا احس اني اذا كان يومي طويل او تمريني كان يعني شديد في النادي بالتحديد يعني ما اقدر اقول لك على يعني فتره الحج الصراحه بس يعني انا هذا الالام يعني بشكل عام الام المفاصل او العضلات احب انقع نفسي بمويه حاره وملح والله اي أيوة والله احب احس عليك احس انها ما ادري كذا ما ادري هو صدق يعني طبيا هل هذا الشيء مثبت او لا لكن احب احط مويه حاره مثلا يكون اذا مثلا جولي او مثلا جسمي كامل على حسب او اني اطلب مساج فما ادري مع انه ترى كثير من الاطباء ما هم مع المساج ليش؟ كثير من الاطباء يحاربون المساج ما ادري ليش بس انه يعني يخلي الواحد مبسوط صح صح فانا عندك المويه الحاره والملح انا احس انها تخفف زائد المساج اوكي اختي اودي العجيز عادي حقتنا. اقول اسم المسكن لا 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 تقولي بس ما اقول اسم المسكن اخذ مسكن تاخذي مسكنات مسكنات بصراحه انا زي اودي أي. اذا حسيت انه عندي الام في المفاصل مسكنات والمرهم هذا الفلبيني عرفتوه ابو فاس اقول لك عجيز ما تصدق قسما بالله وش اسوي عاد والله صدق هذا اللي انا اسويه انا اخذ كذا شاور دافي ولازم اخذ مسكن يعني احس المسكن هو اللي اكثر شيء ممكن يريحني يفك فكي صح بالضبط طيب اما مويه حاره ومويه ملح و ما ابغى شيء سريع ابغى شيء سريع ابي افك الالم كذا ريلاكس يعني هذا المقصد لا اذا في الم ما اقدر معه فعليا اذا في الم احس لازم مسكن واحد يعني انا خاصه يمرخني خاصه رجولي من تحت ايش يسمونها العقارب حقت الرجول هذه عقارب طيب الشيء خلاص انا باقول العقوب حق الرجول هذه يحطون فيها ابو فاس ويفركونها لي فركو يلا اطلع بموضوعك يا رؤى اطلع بموضوعك يا رؤى بصراحه على اودي يعني عموما يعني حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر نرحب بضيفنا في الاستديو الدكتور عبد العزيز الخريجي جراح العظام والمفاصل واستشاري المفاصل الصناعيه هلا وسهلا وحياك الله يا دكتور وكل عام وانت بخير اهلا وسهلا الله يحييكم نورتنا بخير وصحه وسلامه نورتنا دكتور دكتور يعني زي ما كنا بنقول في البدايه يمكن بسبب اداء فريضة الحج تحديدا فيها جهد كثير على الحجاج بنعرف كمان في أعمار متراوحة ما بين الصغار والكبار في السن لكن بداية خلينا نتكلم عن الأسباب وأهم العوامل اللي ممكن تزيد من خطر الإصابة بأوجاع المفاصل طيب أولا شكرا على الاستضافة المشاكل كثير والأسباب كثير يعني بالنسبة لألم المفاصل يعني أنه يكون في إصابة مهملة أو يكون في احتكاك أو يكون وزن زايد أو العضلات ضعيفة التغذية السيئة يعني اللستة تطول يعني القائمة تطول لكن المهم أنه حنا نركز على أنه مثل ما تفضلتي موسم الحج موسم فيه جهد بدني فوق العادة أكثر من اللي يوجه المريض يحس فيه أو اللي يقوم فيه في يومه فلازم نتهيئ للحج قبل الحج بالضبط لازم حنا نتهيئ للحج بالتقوية بالتوازن بالتعامل مع أي مشاكل وأي إصابات كانت عندنا قبل ما نروح فريضة الحج زيادة اللياقة وهذه كلها تساعد المريض أو المراجع أو الحاج أنه يعني يقوم بالنسك نفس الوقت يخلص منه إن شاء الله ما عنده ألم يعني قبل الحج الواحد يهيئ نفسه ويهيئ جسمه وما بعد الحج في طريقة لاسترخاء العظام والمفاصل أن الشخص مفروض أن يريح نفسه كيف ممكن يريح نفس الإنسان بعد الحج؟ والله يعتمد على الراحة لأنه للأسف كثير من الناس مرتبط عنده الراحة بالكسل والخمول ففي راحة سلبية وفي راحة إيجابية طبعا. إذا الإنسان ما عنده أي إصابة ولا مشكلة تمنعه من مزاولة نشاطه الاعتيادي إحنا ما ننصح بالراحة لأنه يعني الراحة في حدود الاستشفاء فيرجع لممارسة نشاطه الطبيعي التمارين التقوية إذا في أي مشاكل يتعامل معها يزور طبيب مثلا لكن انه يعني يستغل فتره ما بعد الحج بدون سبب وهو يعني هو يحس انه بصحه جيده انه فقط ما يسوي شيء لا هذه بالعكس ترجع عليه عكسيه تزيد عند تضعف العضله وبالتالي تزيد الالام فننصح انه دائما بالراحه الايجابيه مش السلبيه ممتاز دكتور عبد العزيز ايضا قبل شوي كنا نتكلم يمكن انا وزميلاتي عن موضوع المساج او التدليك يعني في ناس تكون ماخذتها عند دراسه وفي ناس تكون ماخذتها كاستجمام
على سبيل المثال، يعني أنه أنا والله مفاصلي تعورني أبغى أحد، فهل هذا الشيء من وجهة نظر طبية صحي أو غير صحي؟ المساج كفكرة عامة؟ كفكرة عامة كممارسة، لأنه في محلات المساج هذه لها تنظيماتها نتكلم عنها بالتفصيل، اللي هو العلاج الطبيعي فيه. أو العلاج الطبيعي ممتاز. هذا على جنب، لا أنا أتكلم عن المساج اللي في السبا، محلات السبا. إيه صراحة أنا ما يعني تنظيماتها هذه ما أعتقد أنها خاضعة لمجالنا إحنا، فأنا ما أدري وش نوعية الشهادات اللي هم يأخذونها أساساً. إذا أنا الآن رجعت من الحج، ما أقطع كلامك، بس إذا رجعت الآن من الحج وعندي آلام في المفاصل وأحس إني منهك، هل من الصحيح إنه أنا أجيب أحد يسوي لي مساج عشان أحس بالراحة؟ إذا أنت ما عندك مشكلة صحية ما يمنع، يعني هي أحد وسائل إنه الإنسان يسترخي، لكن ما بعطيها إطار طبي. ما أقدر أحكم عليها طبية، لكن كأداة المساج هي أداة معروفة طبية يستخدمونها المعالجين الطبيعيين، ولا وفي تخصص أداك منه اسمه التصريف اللمفاوي، صرنا نستخدمه أكثر وأكثر وأكثر، خصوصا مرضان اللي بعد العمليات شفنا أنه تقل الانتفاخات ويعني يسرع الاستشفاء بالضبط. فيعني أترك موضوع المساج والتدليك خارج النطاق الصحي للمتخصص خارج النطاق الصحي، وخليني في 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 إطاري أحسن. خلينا نأخذك على النطاق الصحي أجل وسرك عن العلاجات والدواء. يمكن زي ما كنا بنقول برضو أنا ودي من الناس اللي نحب نستخدم المسكنات تريحنا، وكمان بنشوف في براندات كثير يقول لك إنه هذا مثلا يخفف آلام أو التهابات المفاصل أشياء من هذا النوع. أنا سمعت أودي تقول المرهم الفلبيني أو شيء. أيوه. ما أدري وش إذا بعدين حتقول لي وش. نتكلم عن العلاجات الدوائية لعلاج آلام المفاصل. طيب الآن المدرسة الحديثة تنظر للألم بمنظورين أو تتعامل معه بطريقتين. الأول اللي هو تعامل معه من خلال مراحل الثلاثة، الثاني تنويع العلاجات وطرق تعاطي العلاج عشان يوصل المفعول أو يكون مفعول أفضل ويستفيد منها المريض بشكل أكبر. ممتاز. فالمراحل الآن ما عاد في، خصوصا مثلا احنا بنتكلم في المفاصل الصناعية، ما عاد في أعطي المريض المسكن إذا حس بالألم بس، تمام؟ لا، أنت عندك مثلا خلينا نقول هو داخل عملية أو متوقع نشاط قد ينتج عنه ألم، فأنت تعطيه المسكن قبل ما يحس بالألم، أثناء النشاط اللي ممكن يحس فيه بالألم، وبعد، تمام؟ تمام. وتتعامل معه بأكثر من طريقة، ما بين أدوية حبوب، ما بين مراهم، بخاخات، إبر أحياناً، تمام؟ لكن أشبع الإبر عفواً دكتور؟ الإبر متنوعة، تمام؟ عشان ما أبغى أسوق الوحدة، خصوصاً أنه أقصد أنه إبر مسكن ولا كورتيزون ولا إيش هي الإبر هذه؟ في كورتيزون وفي زيتية وفي بلازما، في أنواع مختلفة طبعاً. الدليل العلمي متفاوت ما بين يعني نوع ونوع، لكن اللي احنا بنأكد عليه بما أنكم طرحت موضوع الأدوية، هذه الرسالة اللي ودي أوصلها. ممتاز. أنه حبوب اللي احنا نسميها مضادات للالتهاب الغير كورتيزونية، هي أخت الكورتيزون، تمام، لها أثر على الكلية، يعني ما ينفع أنا أقعد أستخدم العلاج للأبد. كل ما صار عندي ألم يومياً يومياً، يعني بعض الناس يجيك العيادة يقول دكتور أنا ما أحس بشيء، سولف معه شوي يقول أنا والله كل يوم أخذ حبتين من هذه ممتازة، طيب وكليتك، تمام؟ ففي شيء تخرب شيء بالضبط، وشيء أهم يعني من موضوع المفصل. فيفترض أنه يكون في توازن بين علاجات، والعلاجات اللي موجودة الحمد لله يعني كثير منها فعال. إذا هذا يجاوب على سؤالك يا حلو. طيب البعض يستخدم الكمادات الباردة والحارة، إيش رأيك فيها؟ وهل هي فعلا فعالة؟ أنت ذكرت المراهم وما قالت على الموية الحارة. أنت قاعد مع عجز هنا يا دكتور. لا لا بالعكس. تفضل. بالعكس فيكم الخير وبركة. السؤال عن الموية الحارة ولا الكمادات؟ إيه. كقاعدة يعني طبعا الموضوع خلافي وفي تفضيلات من جراح لجراح ومن معالج لمعالج، لكن إذا الإصابة حديثة أنا أحط كمادة باردة عشان أخفف الانتفاخ. إذا الإصابة مزمنة أنا أحط كمادة حارة، أو إذا كانت في حدث واحد أبدأ بالباردة بعدين أروح للحارة. الكمادة الحارة فيها ميزة أنه تزيد ضخ الدم للنسيج أو العضلة أو المفصل،
تمام، بالتالي يوصله الأكسجين ويوصله توصله الأملاح وتزداد مرونته وبالتالي تخف الألم. فالكلام اللي أنت قلت يمكن معها شهادة ولا شيء دكتورة دكتور يعني للأمانة دائما يقول لك الوقاية خير من العلاج، صحيح. فالآن يعني اللي يؤدون فريضة الحج أو حتى العمرة أو بيمشوا لمسافات، في الحين قاعدين نشوف يسوقون لي الله يعزك عز السامعين اللي هي الشرابات حقة الحجاج وحقة يقولون الأرض الباردة أو الأرض لما تدعس عليها وهي صلبة بدون حماية ممكن أنها تكون سبب في الآلام، في آلام مفاصل والعظام، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هل لو أن الشخص يمشي حافي القدمين مقارنة بشخص يكون لابس شيء هل تفرق معه؟ والله ما هذه فيها تفصيل كثير، يعني هل المريض سكري ما هو بسكري، تمام؟ يعني هذا النصيحة لو تختلف عن نصيحة المريض غير سكري. أوكي. لكن بشكل عام إذا أنت تتحدثين عن الحذاء الصحي، الحذاء الصحي يعني مفيد لبقية المفاصل، لأن المفاصل تتأثر تراتبيا، تمام؟ التأثير على المفصل يغير على المفصل اللي فوقه. الحذاء الصحي يكون غالبا قاسي من برا، غير قابل للطي، أو نسبة الطي فيه ما هي شديدة، يكون لين من جوه، وفي دعامة اللي هو قوس القدم، ويغير دوريا، هذه القاعدة العامة. لكن الأشياء اللي تسوق في ترى تروج كثيرة، فأنا ما أدري أنت وش الشيء اللي توصلين، بس أنا أقصد أنه يعني الواحد لما يروح الحين الحج والعمرة، يعني هل في السعي والطواف أنه المفروض أنه يلبس شيء ولا؟ هل المفروض في السعي؟ الأرض صلبة، إذا هذا قصدك نعم، إيه ممكن تسبب مشاكل اللفاف الأخمصية بالتحديد، إيه اللي هي في باطن القدم، إيه لأن إحنا مثل مرضى اللفاف الأخمصية نقول لهم لا تطع على أرض صلبة، ممتاز، دائما حتى في البيت خليك على نعال تكرمون سيليكون، برا البيت البس حذاء مناسب وهكذا. أوكي. إيه الأراضي الصلبة ما هي مفضلة للقدم. دكتور أتوقع إنه السيدات هم الأكثر من يعانوا من آلام المفاصل من الرجال، برأيك إيش هي أبرز الأسباب اللي تخلي السيدة هي الأكثر عرضة؟ طيب السيدات في فعلا إحصائيات تقول إن السيدات أكثر عرضة، أحد الأسباب هذه المرونة الزايدة عن اللازم، المرونة الزايدة عن اللازم، تمام، في مرونة مطلوبة، أي، في مرونة زايدة عن اللازم، تحط المفصل في أوضاع غير مناسبة، تمام، عشان نلبس كعب يعني مثلا، الكعب بالضبط. واحدة من الأسباب، صحيح؟ لا الكعب أحد أسباب آلام الكاحل، أي يعني تونا الجايين من العيادة أكثر من واحدة نفس الشيء لفت عندها القدم بسبب الكاحل، لكن بشكل عام المرونة، نتكلم عن الجسم كامل ما نتكلم عن الكاحل فقط. المسألة الثانية اللي هو التغييرات الهرمونية عند المرأة، ما بعد انقطاع الدورة مثلا كل تكل عندهم هرمونات بعد الحمل والولادة، تتغير الهرمونات بشكل كبير، التوقيت من الدورة يفرق، يعني في أوقات في الدورة يعني في دورة المرأة تزيد فيها الإصابات، صحيح، في وقت التبويض ووقت نزول الدورة هذه تزيد فيها الإصابات ويكون فيها محاذير محددة. تمام، جميل. دكتور عبد العزيز الخريج الراحل العظام المفاصل الاستشاري المفاصل الصناعي، يعطيك العافية وشكرا. الله يعافيك، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل سريع ومن بعد مكملين. أكثر شيء إحنا البنات نحبه ونعشقه، مو بس البنات والله، ذا الفترة كل أحد في الحياة شوبينج. الله. الحين قبل العيد كان في خصومات، صحيح، وقبل العيد في خصومات، والحين بعد العيد بيكون خصومات. يعني متى أفضل وقت نشتري فيه؟ كل وقت. تعجبني، سهلت معها الموضوع. يعني جد شوفي أنا متى يعني لما أكون مضايقة ولا طفشانة شوبينج، لما أسافر أشوف هذه الدولة، هذه المدينة، هذا المكان، هذا الأوتيل قريب من مكان الشوبينج اللي أنا أبغاه ولا لا. يعني إحنا ما أدري ليش إحنا نعيش على الشوبينج، مع أن أحس يعني أوفرنا، أحس بالغنا، وأنا أدري إن إحنا بالغنا وأدري إنه إحنا يعني غلط، بس إحنا نحب الشوبينج. أنا بالنسبة لي يعني دائما أقول الشوبينج زي الثيرابي، زي العلاج للنفس وللروح. الواحد ما يرتاح لما يسوي شوبينج، وخصوصا الحين يعني عندنا تسهلت الأمور مع الأونلاين شوبينج، صار الواحد وهو قاعد على التليفون وهو قاعد في بيته يسوي شوبينج وما غير يحاسب ويحسب إنه ما تنقص من دراهمة وثاري على نهاية الشهر، الحمد لله. يقول وين راحت الدراهم؟ وين راحت الدراهم؟ أنا مو بالشوبينج اللي أروح له، أنا اللي مضيعني الأونلاين شوبينج، وأنا نايمة وأنا صاحية وأنا قاعدة في الاستوديو
إذا طبختم أنت ومها استغل الموضوع يسكتوني افتحي جوالك يا أودي بقعد أسوي شوبينج. ففعليا فعليا الشوبينج الأونلاين والعروض اللي ألقاها حلوة والله. والله أنا لا الحمد لله ما عندي هذا الهوس أبدا. أنا مستغربة ليه أنا مو زي أودي ومها يا جماعة. يعني أنا ما تخيل أنه حتى لما أسافر إذا تبغي تعاقبيني قولي لي بننزل مول. لا أنا ما أحب أنزل مول. ما أنزل أنا ما أحب أنزل مول. أنا أحب تذكري والله حتى ذكر يوم لما رحنا على دبي قلت لي روح المول قلت لك مول إيش لا والله مو رايحة. يعني ما أحب أني أضيع السفر في مولات وفي شوبينج. ما أعرف إلا أشتري الشيء اللي أحس أني أحتاجه بس إذا طالعت فيه ما طالع في سعره. أكثر أسلوب تشويقي ممكن يخليكم تشترون زيادة أسلوب تشويقي ليميتد إديشن. أنا بالنسبة لي لما يقول لك ليميتد إديشن أو يقول لك مثلا ما في منها إلا 3 حبات. أنا مرة شريت نظارة مرة ما حلوة بس عشان ما في إلا منها 5 حبات في العالم بس إني شريتها وشينها وشبيها إلى الآن ما لبستها ومستحيل ألبسها بس كده شريتها أفتح الدولاب أقول حسافة الدراهم اللي فيك بس يلا أنت واحدة من 5 ما يخالف عرفتي. لا يعني وصلت الموضوع الهوس ترى يعني يعني حتى النظارة يعني ما تلبس تو ماتش يعني شكلها وستايلها وكذا. ما أحس إنه في شيء ممكن يغريني إنه أصلاً موضوع الشوبينج يعني ما هو من الأشياء اللي مرة يعني تلفتني. ربما الشيء اللي يأثر في طريقة شرائي خلينا نشتري من الشيء أكثر من من لون من قطعة من أيوة. لا لما مثلا أنزل على الصيدلية وأخذ الأشياء اللي أحتاجها يقول لي مثلا الميك اب ريموفر على سبيل المثال خذ واحد والثاني مجانا. لا خذ 2 و1 مجاني مو بالضبط. واحد مجاني خذ 2 و1 في الصيدليات. يعني في الصيدليات أحس أني لا ممكن أني أشتري كذا أحب الأشياء حتى الصيدلية. طب أكيد إحنا رح نتكلم عن الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا في الاستوديو أستاذ أحمد السالم كاتب اقتصادي ومهتم بالتسويق. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا حياك الله تفضل نورتنا. يا هلا وسهلا حياك الله نور. أستاذ أحمد كيف يلعب التسويق دور في بيع المنتجات ضعيفة الجودة بالذات وكأنها أفضل من الموجود ومن الغالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التسويق عالم كبير وأنواع. ردا على سؤالك كيف ينفع التسويق مع بضاعة رديئة، أنا أعتقد أنه هذا التسويق يكون إلى فترة محددة وبعدها ينتهي وربما الشركة تقوم بعرض منتج آخر. ولكن إذا تكلمنا عن التسويق للشركات الكبيرة والمصانع الضخمة أنا أعتقد أنه التسويق يبدأ قبل الإنتاج قبل دخول المنتج تبدأ عمليات التسويق. وأنا أعتقد أنه من ضمن أنواع التسويق هو التسويق التجريبي. أنا أعتقد أنه هذا أهم نوع في التسويق وهو التسويق التجريبي قبل دخول المنتج إلى الأسواق. فهذا النوع من التسويق يبدأ وضع الملاحظات على المنتج إن كان يحتاج تطوير إن كان يحتاج جودة أعلى إن كان جيد في هذا ولكنه في ناحية التغليف أو الألوان أو حتى تصل الشركة أو المصنع إلى قناعة تامة أن هذا المنتج حقق رغبات جميع المستهلكين بجميع أنواعهم وفئاتهم إن كانوا نساء أو رجال. نعم. أو أطفال أو كبار سن. نعم أستاذ أحمد في البداية ذكرت أنه التسويق عالم وبحر هو فعلا بحر ولكل شركة أو لكل شخص طريقة تسويق مختلفة. البعض تكون واضحة وصريحة، البعض تكون مبطنة، البعض تكون يعني وطرق تختلف. إيش هي الحيل اللي تلجأ لها الشركات بحيث أنهم يسوقون لي منتجهم بالطريقة اللي تناسب هذا المنتج أو هذه الخدمة؟ أشوف الحيل أنا بالنسبة لي أراها تتواجد في تسويق إلكتروني. الإلكتروني تبهرك الصورة
صحيح لا تستطيع معاينتها ولكن الصورة أبهرتك، الدعاية سواء كجهاز أو لبس أبهرتك أيضا. نعم. ولكن ادفع وتأتيك يأتيك المنتج وعندها تكتشف أنه منتج رديء. فحقيقة أنا بالنسبة لست من لا أهوى هذا التسويق إن لم أعاين السلعة، يعني ما تشتري أونلاين، لا أعاين السلعة وأراها، لأني انكويت سابقا بكثير من السلع أعجبتني حقيقة في العرض، سواء فيديو أو صور أعجبتني، وبالتالي عندما وصلتني كانت رديئة، وإذا كانت رديئة لا يمكن أن تعيدها للشركة، الشركة لا تعيد إلا الشيء التالف. صحيح. أو هناك خلل في المنتج. فبالتالي ابتعدت عن هذا التسويق، وأنا حقيقة لا أرغبه، وعلى مستوى العائلة لا نفضل هذا الأمر، ولكن نذهب إلى التسويق التقليدي. تقليدي. لديك تسويق إما دعاية، لا نعم. قبل يسبقها دعاية أو بروشورات أو هذا تراها في الشوارع أو في التلفزيون وتشاهدها على الطبيعة، على الطبيعة إما تقتنع أو لا تقتنع، ولكن عندما تقتنع أنت اقتنعت وأنت ربما عاينت هذه السلعة. لذلك أهم طريقتين أنا أراها هي التسويق التقليدي، وقبله يأتي التسويق التجريبي. التسويق التجريبي تحرص عليه الشركات التي تريد أو المصانع التي تريد الاستمرار والبقاء في السوق إلى أطول فترة ممكنة. نعم. ولا يمكن أن تدخل بمنتجها إلى السوق إلا بعد أن تواصلت مع العملاء من خلال مندوبيها ووضع جميع الملاحظات على هذا المنتج، وبالتالي تقوم هذه الشركة أو المصنع بمعالجة كل الملاحظات وتقدمها فيما بعد للسوق، ويبدأ التسويق طيب. التقليدي، وهذا أنا دائما أفضله وهو الأكثر شيوعا. طيب. واحدة من الحيل أستاذ أحمد للمحال التجارية هي موضوع التنزيلات والتخفيضات، يعني وبصراحة تعتبر من الأساليب الناجحة، وبنشوف كيف الأسواق بتصير مليانة طبعا بالمستهلكين والعملاء المستهدفين. السؤال، كيف هذه المحال التجارية قادرة تحقق أرباحها مع التنزيلات، خصوصا لما توصل ل70%؟ شوف، عندما يقوم المتجر بشراء سلعة معينة يضع في اعتباره أنه بيع 60% من هذا المنتج يحقق له أرباح. ممتاز. وفي حالة انتهاء موسم أو انتهاء سنة أو صيف أو شتاء، وبالتالي احتمالية ظهور منتجات جديدة أو موديلات جديدة، يبدأ بوضع هذه التخفيضات، وهو already ربح 60%، وبالتالي ما سيحققه في هذه التنزيلات إضافة أرباح. صحيح. جديدة. وهناك من آخرين يفضل أنه يعمل تنزيلات لتخفيف خسارة معينة، لو استمر بالأسعار المعينة ستكون خسارته أكبر. كبيرة، وبالتالي يعمل تنزيلات وتقل الخسارة. ممتاز. جميل. كيف أكون متسوق ذكي أكثر ولا أنخدع بالشوبينج، حتى لو أنا ماني مضطرة بعض الأحيان ولا أحتار الشوبينج أنا أروح أشتري؟ والله يعني تحتاطين، طبقي كلام الأخت قبل حضوري للاستديو، ولا يكون هدفك التسوق لمجرد التسوق، ولا يكون المول لقضاء وقت، لأنك ستقومين بالشراء. طبقي ما ذكرت، وأنها تمتنع إلا في حالة حاجتها. أنا أعتقد أن هذه
أحسن وسيلة لأنه لا يتم الاحتيال عليك. هذه صعبة ولا طلبك صعب أستاذ أحمد؟ إذن ولا إحنا السيدات نتضايق إذا في حسابنا ريال لازم نروح نصرفه ما نقدر. والله يا هذا صح ولا لا؟ يعني أنت من خلال يعني تجربتك ومن خلال اهتمامك بالتسويق السيدات أكثر إقبالا على التسويق وهم أكثر ما ينخدعون بلا شك حتى بالتسويق صح بلا ولا شك غلطان؟ ولو تضاعفت من الغد رواتبكم بتروح في السوق الكلام ما وآخر شيء تدري وش يصير أستاذ أحمد؟ آخر شيء نفتح الدولاب ما عندي شيء ألبسه. هذه حقيقة وهذا واقع يعني إحنا لا ننكر. وبعدين للجمعيات الخيرية. بالضبط. طيب أستاذ أحمد خلينا نتكلم عن نقطة جدا مهمة اللي هي بعض المنتجات وبعض البراندات لا تحتاج للتسويق. حلو؟ تمام. لا تحتاج للتسويق بمعنى أنه هذه المنتجات هذه البراندات تسوق لنفسها. صحيح. على سبيل المثال جوالاتنا هذه اللي احنا نستخدمها والكل يمتلك نفس الجوال ونفس البراند ونفس على سبيل المثال شركات كبرى في السيارات ما نشوف لهم إعلانات. احنا نشوف إعلانات للسيارات البسيطة الصغيرة الاستهلاكية اللي الكل يقدر أنه يمتلكها. صحيح. ولكن السيارة اللي فوق المليون ما تشوف لها إعلانات. صحيح. صحيح؟ صحيح. لماذا؟ ليش؟ أنت قلتي البراند هو اللي يبيع نفسه. أي. ولكن وبرغم ذلك يجب أن يكون لديه محافظة على ومراقبة للسوق. أي. كثير من السيارات قبل سنوات كانت هي سائدة. نعم. بفخامتها. نعم. ولكن دخلت منتجات جديدة بدأت شركات سيارات تقدم سيارات فارهة. صحيح. فبالتالي سوقه كان محتكر على نفسه بالفخامة ولكن أكثر الشركات اليوم أصبحت تقدم سيارات فارهة وبالتالي يفقد جزء من السوق وهو لا يعلم ولذلك يجب أن يتابع المنافسين ويحاول أن يتقدم عنهم خطوة للأمام ليحافظ على الأقل على مستويات مبيعاته إضافة إلى أنه زي ما قلتي السيارات الفارهة اليوم أصبحت لفئة قليلة من الناس فبالتالي أصبحت شركات تقدم صور مصغرة لهذه السيارات الفارهة لتكسب السوق لن أذكر شركات معينة ولكن هذه الشركات أو وكالات السيارات كانت سياراتها بسيطة بشكل عام اليوم أصبح في كل شركة سيارة تقدم سيارة فارهة ولذلك البراند للسيارات الفخمة مع تقدم هذه الشركات ربما نجد أنه هذه الشركات تقدم سيارات زي ما ذكرتي بمليون ريال وبالتالي ستصبح هذه الشركة في وضع تنافسي سيء إضافة إلى كثير من المنتجات الأخرى على مستوى البراندات في الملابس على مستوى البراندات في العطور يجب أن يكون الشركة هذه مطلعة على ما يجري في السوق ومشاركة في كل تطور يحصل في المعارض في المؤتمرات في كل شيء تكون متواجدة لكي تكون متابعة لكل تطور وبالتالي تقوم هي بالتطوير والتجديد لكي تظل منافسة. مهما كانت أستاذ أحمد البراندات هذه معروفة ولها وضعها في السوق ولها عملائها الخاصين إلا ما تحتاج إلى تسويق مستمر حتى تذكر أنه هي موجودة. على سبيل المثال إكس من المشروبات الغازية ما في أحد ما يعرفه برضو بيسوي إعلانات وبيسوي حملات ترويجية وغيرها عشان يعني يفضل مثبت أقدامه في طبعا هالسوق الكبير. تفضل. بلا شك هذا كلام سليم ولكن متى يضاعف حملاته الدعائية أو الترويجية أو التسويقية إذا وجد هناك منافسين صحيح. بدأوا بالاقتراب منه يبدأ يضاعف ولكن عندما يكون هو متحكم في السوق ولا يجد أي منافسين ستكون الترويج عنده قليل جدا لديه أريحية لكن اليوم كل
ما هو موجود في السوق له منافس. هو منافس صحيح. وإن كان ضعيف اليوم سيكون بالغد متطور لأنه سيكون قد وصل إلى المستهلك، رغبات المستهلك، تواصل مع العملاء رغباتهم، وبالتالي حقق رغباتهم، وقد يصل يوما ما طيب إلى هذه المنافسة. على السريع حتى نكسب الوقت معك، أكيد في كثير من الأخطاء التسويقية اللي يمارسها بعض العلامات التجارية، خلينا نتكلم عن أبرز هذه الأخطاء اللي ممكن تأثر بشكل سلبي على الأرباح وعلى الدخل. أبرز خطأ أنه لديك ملاحظات على المنتج وتقدمه في السوق، هذا أبرز خطأ. هذا أبرز خطأ منك. لن يجدي معك عمليات التسويق. تمام. بس أستاذي مو الكل يكون راضي عن المنتج، ما سبق أن شفنا أحد راضي عن منتج معين، الناس مختلفة في أذواقها. وله نسبة معينة من الرضا إذا وصلها يكون حقق منجز، لن يكون هناك 100% من الرضا، ولكن هو يضع نسبة معينة من الرضا وبالتالي يعمل على هذا الأمر، إضافة إلى أنه في حالة نجاح ووصول إلى هذه النسبة لديه خلف الكواليس هناك من يطور ويجدد لما هو قادم. كيف ترى اليوم تسويق المنتجات والخدمات عن طريق المشاهير؟ المشاهير لهم فئة معينة حقيقة يتبعونهم، ولكن اليوم أنا بديت يعني بداياتها كانت ثورة، وكان شراء مهول عبر المشاهير. اليوم بدأت تضعف الثقة تدريجيا. ليش؟ لأنه اكتشف المستهلك أنه أمام سلع رديئة جدا، سواء عبر المطاعم وجد مأكولات رديئة، البراندات الملابس وجد أنها العطور وجد، فبذلك بدأت الثقة تدريجيا، وبالتالي مع غياب الثقة يقل مستوى دخل المشاهير في الدعاية. وأنا أعتقد أنه اليوم المستهلك، أتكلم أنا في السعودية، أصبح اليوم أكثر وعي 100%، وبالتالي لا يمكن أن يستمر هذا الوضع مع نمو الوعي. أنا أعتقد أنه سيبحث المشهور عن منتج مقتنع هو داخليا فيه ويقدمه. ولكن بكل أسف اليوم المشاهير لا يكونوا مقتنعين ولو بنسبة 10%، ولكن حجم المبلغ المعطى لتقديم هذه الدعاية أجبروا على هذا الأمر، وبالتالي هو أساء لنفسه وصاحب المنتج أساء لمنتجه. واضح، واضح جدا. أستاذ أحمد السالم كاتب اقتصادي ومهتم بالتسويق، شكرا جزيلا، شكرا لتواجدك اليوم معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع. في هذه الفقرة راح نتكلم عن فرحة العيد ما بين الحاضر وما بين الماضي. طبعا أنا ودي أسأل زميلاتي عن طقوسهم بالعادة في العيد أو عيد الأضحى المبارك، كيف الطقوس عندكم؟ العيد عيد، العيد مع الأهل طبعا، سواء كان عيد الفطر أو حتى عيد الحج، أنا أحس أنه عيد يكون ناقص بصراحة من غير أهلي. جمعة الأهل لازم، جمعة الأهل ضرورية. بعدين عيد الحج يعني يعرفون عيد اللحمة على قولهم، صح، ما في تكاليف، يريحني نفسيا، ما في أجيب هدايا وأشتق وأحط وأسوي، ما في عيديات، ما في عيديات. لا إحنا نسوي عيديات بس عيديات خفيفة، مو زي عيديات الفطر. عيديات الفطر هي اللي، الفطر هو اللي يعني كل شيء ديكورات، كل شيء يتغير، بس عيد الحج يعني الحمد لله شوي. وأهم شيء، أهم شيء لازم يكون مع الأهل، أهم شيء إنه يكون مع الأهل فعلا، لأن العيد، أنا أكثر شيء في العيد الصراحة يحز
يعزني لما يكونون يجيبون الضحايا واتعرف عليهم، عرفت؟ فانا اقول الضحايا خلوها بعيد عني، ما ابي اتعرف عليهم واتعلق فيهم. عموما احنا راح نتكلم عن العيد وعن فرحه العيد ومظاهر العيد بين الماضي والحاضر مثل ما قلنا، وتنضم لنا عبر سكايب الاستاذه راميه الغامدي، مستشاره اسريه وتربويه. يا اهلا وسهلا فيك وحياك الله استاذه راميه، نورتينا. اهلا، يا هلا وسهلا فيك. في البداية خلينا نتكلم عن استقبال العيد والطقوس، كيف كانت من أول وكيف أصبحت اليوم، شلون تغيرت؟ والله العيد صراحة من زمان والآن له فرحة وله طعم مختلفة صراحة عن باقي السنة. وكان زمان سمة العيد زمان البساطة الموجود، حط الموجود، الحين لا طبعا اختلفت، يعني صار في بهرجة أكثر عند بعض الناس مو الكل، صار فيه تصوير طبعا، فاختلفت يعني من ناحية الشكل، لكن طعم العيد فرحة العيد واحدة زمان والآن. صحيح يعني. وعلى هذا الطاري أستاذة رامية، يعني خلينا شوي نتكلم على بعض المبالغات اللي قاعدين نشوفها، خصوصا في مثلا تقديم الشوكولات أو الهدايا أو حتى التوزيعات، طريقة الاستقبال وغيرها. يعني اللي أبغى أسألك هي أستاذة رامية، ما تحسي أنه بعض هذه السلوكيات المستحدثة ممكن أنها يعني تبعد الناس عن بعض؟ يعني على سبيل المثال أنا إنسان أحب أتكلف، يمكن أختي ما تحب تتكلف، فتنحرج نوعا ما من الاختلاف في طريقة الاستقبال. صح، الأعياد حاليا صار فيها تكلف، صار فيها، صاروا بعض الناس يأخذوا قروض، يسووا جمعيات بس عشان العيد، يعني يتكلفوا فوق طاقتهم بس عشان العيد، عشان يبينوا أنهم يعني نفس المجتمع اللي حولهم، نفس صحباتهم، نفس عفوا. لكن أنا دائما أحب أقول أنه أفرحوا في العيد، سووا في العيد باللي موجود معاكم، يعني لا تخلوا العيد يصير عبء عليكم، بالعكس يعني فرحوا أولادكم، علموهم أنه إحنا نحتفل ونبسط ونعيد بالموجود وباستطاعتنا إحنا. صح. يعني ما يمنع نجيب هدايا، نجيب شوكولات، نسوي فعاليات احتفالية في البيت. أيوة. بس على قد استطاعتنا، لا نقارن نفسنا في الباقيين. زمان كنا نشوف البيوت دائما مفتوحة وقت العيد للزيارات، للمعايدات، جاهزين. الآن اختلف الوضع، تبون ترون الله يحييكم الصباح، عيدنا الصباح، عيدنا بالليل، عيدنا بالمغرب، صاروا يفصلون ويحطون أوقات معينة للاحتفال بالعيد. ليش الحين تغير كذا؟ والله لأنه زمان كانوا الناس يناموا بدري، يصحوا بدري، يعيدوا كلهم في نفس الوقت تقريبا، نفس البيت، خلاص نفس البيت، العائلة تتجمع، يسووا قبل العيد أصلا يبدأ احتفالاتهم، المعمول يسووه، الكعك العيد. الحين لا، صاروا يسهروا، يواصلوا، يروحوا الصالونات، يجي يوم العيد هم خلاص عبانين، نعسانين، يدوب هم يعيدوا هذه الساعتين ثلاثة في الصباح وخلاص كل واحد يقفل بابه وينام، ويسموها غيبوبة العيد هذه. فعشان كذا اختلف، في ناس لا ما يحبوا مثلا يقوموا في الصباح، فيقولوا لا احنا عيدنا في الليل، ماخذين استراحة أو مسوين حفلتنا في الليل. فعشان كذا يعني صار في اختلافات، يعني زمان كان العيد له إيجابيات وسلبيات، وحاليا برضه له إيجابيات وسلبيات، لكن يظل فرحة أكيد 100%. وهذه الفرحة للكبار والصغار أستاذ رامية، لكن أنا ودي شوي نتكلم عن الصغار وعن كيف إحنا نعطيهم خلنا نقول المعلومات الصحيحة ونخليهم يشعرون بفرحة العيد في نفس الوقت. لأن تعرفي قبل شوي يمكن كنا نتكلم أنا وزميلاتي عن عيد الفطر، يمكن يتحمسوا للأطفال أكثر عشان في العيديات وفي الأشياء هذه، لكن أكيد عيد الأضحى إحنا مسلمين وعندنا عيدين اللي هو عيد الحج وعيد الفطر، فلذلك كيف احنا نوصل فكرة العيد وكيف نوصل الفكرة يعني واختلاف العيدين عند الأطفال بحيث انهم يتحمسون معنا. أيوة، حلو الاختلاف بين العيدين، إنه كل واحد نعطيه طابع وشكل وميزة معينة، عيد الفطر، العيديات، الهدايا، الاحتفالات، أغاني العيد، التوزيعات، عيد الأضحى لا، في الأضحية، الذبيحة،
نعلمهم أنه إحنا مثلا في عيد الأضحى ليه نحتفل بالعيد هذا، ليه نكون عندنا أضحية، نعطيهم القصة، قصة عيد الأضحى والذبح وال... يعني دائما أقول لازم نشرك الأطفال في كل احتفالاتنا، صح. أو هذا بالكلام نعلمهم، مو أنه بس يلا احتفال وعيد وكذا وجيب هدايا، لا نعلمهم إحنا ليش نحتفل في عيد الفطر، أنه انتهينا من صيام رمضان الحمد لله، نحتفل في عيد الأضحى في الحج الناس يضحوا وكذا وكذا، لازم يعني ندخلهم في أجواء العيد ونعلمهم أهمية صلة الرحم في الأعياد، كل شيء لازم يطلع عليه الطفل ويكون فاهم، يحتفل هو فاهم. طيب عشان كده كمان نبغاك تكلمينا أكثر على أهمية تعزيز هذه الثقافة من عاداتنا وتقاليدنا من البدايات، يعني حتى في الأشياء اللي هي موجودة، نتكلم مثلا عن الصلاة، نتكلم عن اللبس، نتكلم عن زيارة البيت الكبير بيت الجد، يعني حتى لو إحنا شوي كمان ضغطنا على الأطفال وجبرنا من هم يطلعوا معانا حتى لو كانوا نعسانين، يعني أهمية تعزيز هذا الموضوع في سلوك الطفل من هو صغير. أيوة ضروري نبين للأطفال أهمية العيد والاحتفال واللبس الجديد باللي نقدر عليه يعني، وأهمية جمعة العائلة وصلة الرحم في العيد، ونقول لهم طبعا في بعض الأطفال ما يحبوا هذه الجمعات، ما يحبوا يروحوا أماكن فيه ناس كثير أو كذا، لا لازم نبين لهم إنه إحنا ضروري نجتمع في العيد عشان نكتسب قيم ونتعلم من الكبار، نتعلم الاحترام، كيف نتكلم في وجود الكبار، ناخذ الأجر، أجر صلة الرحم، أجر الاحتفال بالعيد كمان فيه أجر، يعني ضروري أنه حتى تذكروا أيام كورونا كيف كانوا كل عائلة لوحدها، حتى هذيك الأيام كانوا العوائل يعني يحتفلوا هم لوحدهم، يجيبوا لبس جديد، يسووا حطينا حنة، أذكر سوات البنات الحنة، احتفلنا حتى وإحنا كنا عائلة صغيرة لوحدنا، جبنا حلويات، سويت لهم توزيعات وألعاب في العيد، ضروري يحسوا إحنا عندنا عيدين ضروري نحتفل فيها قد ما نقدر، نبين لهم أهميتها وأهمية صلة الرحم فيها والاجتماعات وكذا. كلمة معايدة من خلال سيدتي. والله حابة أعيد على أهلي اللي بعيدين عني الحين، هم ما حيعيدوا معايا هذا العيد، وأعيد على متابعيني كلهم والناس اللي يحبوني، وأتمنى أنه بلدنا تكون من تقدم لتقدم وأمن وأمان ورخاء بإذن الله. اللهم آمين، اللهم آمين. أكيد طبعا سعيدين بتواجدك اليوم معنا أستاذة رامي الغامدي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل. في بعض الأحيان إحنا نحب نحتفظ بالذكريات أو حتى المقتنيات القديمة لأنه بيكون لها أثر علينا، لكن في كثير من الأحيان ممكن يكون هذا الأثر سلبي على نفسياتنا، خصوصا لما نتذكر شيء يكون مؤلم أو قصة تكون ماضية أو حتى أشخاص ممكن أنه إحنا نشتاق لهم. في البداية إيش أقدم شيء محتفظين به مها أودي؟ طيب. شيء مرة كثير والله تحبي تجمعي. أنا ذكرية. معروف عني أنا في العائلة أنا مكتنزة من الدرجة الأولى مع مرتبة الشرف. يعني تذكري عندي... أول هدية هديتك إياها؟ يلا هذا اختبار على الهوى. في 2019 رحنا أكلنا بودينج بنانا، بعدين دخلنا على مكتبة. أي صح تذكرتها. ال 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 البوك مارك لأنك تعرفين إني أحب أقرأ الكتب، فصحيح تذكرتها. وعندي ترى على فكرة ترى أنا أحب ترى أنا عندي أشياء، عندي بوكس لكل مرحلة في حياتي، ما أدري ليش محتفظة فيه، آخر شيء بفتحه متحف يسمونه ما أدري، بس عندي بوكس الأيام الدراسة من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي كذا، في أشياء، في صور، في غطيان بيبسي ما أدري ليش جمعتها، يعني كذا ما أدري ليش، ما أدري بس واو. إني كذا تعني لي شيء، تذكرني بشيء معين. عندي فيديو من أيام الروضة
مصورين اياه في الروضه. عندي اشياء احب اجمعها واحب اخليها، احب الصور، انا اموت في الصور، احب الصور القديمه، احب افتح البوكس واتفرج كذا لحالي على الصور وعلى الذكريات وعلى اجازات العائله وعلى ايام الدراسه وعلى هبالنا وعلى اخواتي واخواني. احب هذه الاشياء، الهديه مهما كانت بسيطه تعني لي الشيء الكبير واحب احتفظ فيها، حتى لو انتهت علاقتي بهذا الانسان احب احتفظ فيها لانها تذكرني الانسان هذا ما جاب لي هذه الهديه الا في مشاعر جميله، الا كان في حب وود متبادل. فالدنيا زي ما تجمع زي ما تفرق في النهايه يعني. فانا احب احتفظ بالهدايا واحب احتفظ في الاشياء، وما احب اني انا اتخلى عن اي شيء ثاني الا اذا كان شيء خلاص يعني الواحد ما يقدر يستخدمه وشيء سيء او ذكرى سيئه. مع السلامه. يمكن انا من الناس اللي يعني اجمع كثير لاني اضيع كثير، انا ودي اجمع بس انا اضيع كثير. اللي انا عندي كوب من يوم وأنا بالابتدائي كان الأزميرالدا اللي تتذكرون هذيك اللي ما أحد بنوتردام كانت هذيك الطفة وحنا صغار، فكان عندي هذا الكوب وعندي نفس الشيء نفس الشنطة حقتها حقت الشعر لا الشنطة حقت البكلات وما البكلات وهذه الأشياء عندي إلى الآن ما زالت. الصور الأشياء هذه صراحة عند أمي وعند أخوي يعني ما هم راضين يعطوني إياها، يعني يحسوني إذا بشوفها ما هم راضين، يحسوني إذا أنا بشوفها إنها خلاص يعني دخلت، خاصة إن كلها صوري فعليا كل الصور بس أنا الحالي، فهم خايفين لما يعطوني ذا الصور لو أشوفها أصورها بالفيديو الجوال إنه شوف إيش طب أعطوني طب أصورها طب بسوي، لا مستحيل. أنت رؤى؟ والله شوف أنا بحكم تنقلات الكثير ما أحب الموضوع إنه يكون عندي كذا أشياء إكسترا. عندي ألبوم صور مجمعة من ألبوم مثلا من صور أهلي أخواني مجمعتهم خليته عندي، بس مو زي الألبوم الكبير اللي عند أهلي. أكثر شيء أحب أني أحتفظ بالكارت الكروت اللي تجيني مثلاً مع الورد أو مع الهدايا وكذا، هذه تعني الكثير، الكلمات اللي تنكتب على هذا الكرت يمس قلبي يعني إن شاء الله حتى لو الحمد لله على السلامة تفرق معايا، وهذه أكثر شيء أحس أني أنا مجمعتها. وأي شيء يجيني ببنتي موجود، يمكن هذه الأشياء الأساسية بس أني أجمع. نبغى أقدم شيء عندك، شيء قديم من زمان وعندك محتفظة فيه غير الصور، الصور كل أحد عنده صور يعني أنا قلتها قبل مثلاً تيشيرت لا قلتها قبل كذا يعني محتفظة بفستان زواجي عشان أبغى ألبسه لبنتي مو عشان شيء ثاني لا أبغى ألبسه لبنتي مرة بس هي تحسب عشان الحنين لا مو عشان الحنين أنا عرض سويتها نقلب الصفحة لا عشان أبغى ألبسه لبنتي يعني مرة كيوت الفكرة. حبيت الفكرة تجنن الفكرة مرة أنا في شيء زي كذا شيء يعني لأمي زي البالطو إلى يوم قاعدين ندوره ما أدري وين اختفى زي نفس النظام التنقل وكذا. ففي أشياء ودك إنك تحتفظين فيها، ففعلا في أشياء لها معنى أكثر مما قيمتها يعني هي وش قيمتها المعنوية صح كان والله كان فستاني حلو يعني بصراحة يعني أنا متأكدة أنه حلو يكفي أنك أنت اللي لبستي حبيبتي الله يسعدك. عموما خلينا كمان نروح ونطلع مع مبارك ونشوف يوم سأل الناس عن هذا الموضوع إيش قالوا. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك، دائما نتكلم عن مواضيع الحنين للماضي، سألنا في قرائك اليوم إيش الشيء اللي أنت محتفظ فيه من الماضي الجميل. خلونا نشوف اليوم أبرز الإجابات. والله عندي سيارة قديمة ماركة شفروليت بليزر موديل 2007 والحمد لله إلى يومك بحافظ عليها. هل في لها قصة يوم شريتها؟ لا والله صراحة جتني هدية من والدتي الله يرحمها والحمد لله تبقى ذكرى حلوة لي يعني. قابلة للبيع السيارة هذه؟ لا للأسف. مرة نزلها مزاد؟ حتى لو نزلت أنا مفكر أني أصبر لغاية 2030 عشان تصير من التراث أو من الكلاسيك شيء زي كذا، بشوف قيمتها كم بتوصل. إذا جابت شيء عاد ممكن أني أغامر المستقبل. والله شوف لأمانة الله أنا من الناس اللي أحب الماضي وتقريبا محتفظ مثلا تيشرتات وأنا صغير صور. أنا مثلا من الناس اللي ما أفرط في شيء من الماضي، حتى الجوالات اللي تمر عليك؟ والله الجوالات كلها مرصوصة في البيت ودي أبيع ودي أخليها، أقول يا أخي حرام دي ذكرى اللي تجيك هدايا واللي أنت مشتريها، فلأمانة الله كلها موجودة عندي. يعني متعلق في الماضي؟
الواحد ما يقدر ينسى الماضي لأمانة الله، فهذه طبيعة الإنسان أنه تجيك ذكرى وأيام حلوة وتفتكر الماضي، يمكن يكون ماضي سيء ماضي يعني جميل، لكن في الأول والأخير عمرك ما تقدر تنسى الماضي إلا في بعض الأشياء أنت تبغى تنساها. والله طال عمرك أنا محتفظ يعني بكل مكان وكل ديرة أروح له، أحب أجمع تحف يعني تخص الديرة نفسها وأجمعها عندي نفس ما تقول نفس على طاولة يعني. على طاولة مجمعهم كلهم جنب بعض أصفهم، يعني مثلا عندك من المكسيك من أمريكا من كندا من أستراليا من تايلاند من سوريا سابقا طبعا سوريا من لبنان من كل ديرة، يعني أروح له لازم أخذ شيء كتذكار أحتفظ فيه حتى نفس ما تقول لما أشوفه أنا أسترجع الماضي. طيب من الرياض تأخذ معاك المنديل اللي من اليوم المسح؟ والله شو نسوي ذا بحنا درجة حرارة 48 وبالليل. والله طول العمر سيارة جيب شركة سيزو 2002، هذا له إرث عندنا في العائلة كان مع الوالد. وانت بعته؟ اي أنا بعته فترة الأخيرة كان مع الوالد، بعدين أنا بعدين تدرج على جميع أفراد العائلة. يعني هذا تكلمت عليه سواقة كلكم؟ الأغلب إيه تقريبا. فهذا يعتبر شيء مقدس عنده تاريخي. بس أنت فرطت فيه؟ والله مراعي للأسف مع تقدم الوقت يعني وتطور السيارات أصبح قديم مرة ما منه فايدة خلاص، يعني جار عليه الدهر على قولتهم. جرتوا عليه أنت؟ الله يعافيك. عندي جميع إصدارات آيفون، عندي آيفون 3 وآيفون 4 وآيفون 5 وآيفون 6 وآيفون 7 وآيفون X وآيفون اللي موجود معي الحين آيفون 14 برو. هذا راح يكون برضو ما هذه كلها السنة الجاية كلها محتفظ فيها. الله يعافيك. والله أغلب حاجة الجوالات. طيب يا أخي ليش الشخص ما يبيع الجوالات؟ أنا ترى زيك، أنا عندي كل أصدارات بلاك بيري وعندي آيفونات وعندي حب الامتلاك أو حب الاقتناء. بس إنه تحمل ذكرى ما تقدر تبيعها. أكيد حتى مبلغها يكون بسيط ما لا تقدر بثمن. أنا أتفق مع اللي قال إنه أنا أحب أجمع سوفينيرز أو تذكار من كل دولة أزورها. نسيت أصلاً أقول لكم هذا الشيء قبل ما نطلع. هذه كلنا نسويها أحس كل حد. لا بس أنا 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 جايبة إن شاء الله إذا رحت على جدة بصور لكم إياه، شيء كذا بوكس قزاز مجمعة فيه ومرتبتها إن أوردر، مستوعبة مرتبتها من أول شيء شريته إلين آخر، يعني من أول سفرة إلين آخر سفرة. الله. بالترتيب. ف كده أشياء بسيطة يعني تلقينها مجسم صغير ولا حاجة ولا كرت. أنا أحب أجمع الماجنتيك الأشياء اللي تنحط في الثلاجة. لا بس هذه تذكرني يعني خلاص كل دولة أروح لها كل مدينة أروح لها كده تذكرني بأشياء حلوة، فهذه حلوة. أنا أحس الواحد خصوصا إذا راح مكان جديد حلو إنه يشتري سوفينير ويحتفظ فيه. أكيد. مشاهدينا نطلع فاصل سريع ومن بعد مكملين. رجال ألمع قام مواطن خلف العسكري بإنشاء قصر اسمه طليطلة بهدف مواكبة رؤية الوطن الرامية لجعل منطقة السودة ورجال ألمع واجهة حضارية واستثمارية وسياحية، ويكون لأبنائها وأهلها والمجتمع المحلي دور فعال في هذه الرؤية الطموحة. خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل عن هذا القصر مع زميلنا محمد الغانم. تعد الثقافة عاملاً أساسياً وحيوياً لبناء وتنمية المجتمع، ويجب الاهتمام بها والحفاظ عليها. وفي هذا التقرير نأخذكم في جولة تعريفية عن هذا المشروع الذي يعنى بالأدب والفنون والثقافة المجتمعية. قصر طليطلة بمحافظة رجال ألمع جنوب غرب السعودية، والذي قام ببنائه المواطن خلف العسكري أحد سكان المحافظة. حياكم الله ويا هلا ومرحبا هنا في طليطلة، مشروع بمحافظة رجال ألمع وادي العوس، تحول من شخصي في فكرته الأولى إلى أن يواكب إن شاء الله استراتيجية المنطقة وما أطلقه ولي العهد حول مشاريع قمم السودة ورجال ألمع
العالمية السياحية بحول الله. طليطلة في شكلها العام ومسماها هي امتداد لتلك المدينة العريقة التي كانت مدينة للتسامح والفكر والثقافة والأدب، وما كان يطلق عليها من أنها سر من سكنها فهنا سر من زارها بحول الله. العسكري أوضح أن هذا المكان يعد وجهة حضارية واستثمارية وسياحية، وبني ليواكب رؤية الوطن واستراتيجية المنطقة. إن شاء الله الهدف من المشروع أن يتحول إن شاء الله من جهد شخصي أو كذا إلى جهد استثماري وسياحي، ويكون واجهة مشرقة وواجهة تخدم السائح وتسر الزوار بحول الله، وهذا ما نطمح له بحول الله ونسعى إلى تحقيقه، لنواكب أيضا الرؤية للمنطقة ونواكب مشروع قمم وشيم ومشروع شركة السودة ورجال ألمع بحول الله. في طليطلة نسعى بحول الله أن تكون يعني مركز فكري وثقافي وأدبي يلبي الاحتياج الوطني ويساهم في عملية التنمية المجتمعية، التنمية الثقافية والأدبية، وأن نعطي يعني مجال أن نبرز أجمل ما لدينا بحول الله، وننتظر دائما وأبدا الدعم لهذا المكان، وأن نمكن في أن نقدم أجمل ما لدينا وأن نخرج بصورة مشرفة ومشرقة تسر الزائر وتسر الضيف المحافظة يعني الواصل إلينا بحول الله. العمل على تنمية ودعم الأنشطة الثقافية يعد مقياساً مهماً لتطوير الإبداع الثقافي والفني، ويساعد على تطوير المجتمع الذي ينتمون إليه، خاصة إذا ركز العمل على تشجيع ريادة الأعمال الثقافية. من محافظة رجال ألمع، محمد الغانم، روتانا خليجية. الشكر الجزيل لزميلنا محمد الغانم على هذا التقرير، وأكيد الشكر الجزيل للمواطن خلف العسكري بإنشاء هذا القصر، وحلو اسمه وحلو فكرته، وهذا الشيء قاعدين نشوفه يمكن كثير من يعني شباب وشابات هذا الوطن. شكرا جزيلا مرة أخرى مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نشوفكم بكرة في أمان الله.